بيحتفل رضا عبد العال نجم النادي الأهلي والزمالك الأسبق بعيد ميلاده 57، وبيعد واحد من مشاهير الكرة المصرية، وده بسبب مهارته اللي حيرت الجميع بجانب إثارته الدائمة للجدل بسبب آرائه الجريئة في جميع أفراد منظومة كرة القدم المصرية. رضا محمد عبد العال سلطان ولد في مدينة بهتيم في 15 مارس عام 1965، انضم لصفوف قطاع الناشئين بنادي إسكو لحد سن الـ14، لينقطع بعدها عن التدريبات لارتباطه بالشهادة الإعدادية، ليرفض بعدها مدربه نادي إسكو عودته للتدريب رغم توسلات اللاعب لمدربيه من أجل العودة، فانتقل للعب لنادي النيل للأدوية ليقودوا القدر للمشاركة في دوري منطقة القاهرة لكرة القدم، ويشارك في مباراة أمام نادي الزمالك ليقرر مسؤول القلعة البيضاء التعاقد معاه موسم 88. شارك رضا عبد العال لست مواسم متتالية مع القلعة البيضاء، تألق فيها بشكل كبير وأصبح نجم الشباك الأول في نادي الزمالك. بعدها انتقل للنادي الأهلي في صفقة أصبحت حديث الصحافة المصرية لمدة 45 يوم، خاصة إن قصة انتقاله للقلعة الحمراء كان فيها أحداث كتيرة، زي تحريره لمحضر شرطة ضد نادي الزمالك بسبب رفض مسؤولي استلام إخطار يفيد بانتهاء تعاقده مع النادي، ووقع للنادي الأهلي بعد قيام مسؤولي نادي الزمالك بتخفيض قيمة عقده من 45 ألف جنيه ل 25 ألف جنيه، ليقوم اللاعب بالانتقال للأهلي مقابل 625 ألف جنيه لمدة 5 مواسم، وكان لرضا إسهامات في فوز الأهلي بعدة بطولات للدوري العام وهو ضمن صفوفه، وبيعد هدفه في جمهورية شبين الكوم موسم 95-96 في الدقيقة 4 من الوقت الضائع هو أبرز أهداف رضا مع النادي الأهلي، فاحتفظ للأهلي بفرصة ملاحقة الزمالك على قمة الدوري ثم الفوز بالبطولة في نهاية الأمر بعد ذلك. وشارك رضا عبد العال مع الفراعنة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم عام 1990 واللي أقيمت نهائيتها في إيطاليا، ولعب رضا تحت قيادة الراحل محمود الجهري مباراة واحدة في التصفيات. كل سنة وانت طيب. وانت طيب يا عم إسلام، ازي صحتك؟ أخبارك ايه؟ وحشتك. أعتقد إن عيد الميلاد السنة دي مختلف عن سنين كتير قبل كده. لا طبعا. ليه؟ لأني ببدأ حياة جديدة بعد عملية القلب دي، ببدأ مرحلة جديدة وإن شاء الله حياة جديدة تانية وربنا يدينا العمر يعني، لأن أنا فعلا الفترة اللي قبل العملية دي كنت في الضياع فعلا. والله نرفزة وعلى طول ما كنتش بقدر أوطي، ما أقدرش أطلع سلم، ما أقدرش اتمشى، كنت لما امشي مثلا بتاع حوالي 20 25 متر ادوخ فعلا. والله وانا كل ده مش حاسس بيه وما اعرفش ان ان عندي مشكله في القلب. فالحمد لله والشكر لله وبشكر ربنا ودعوات كل المصريين اللي هم دعوا لي ان انا بعد العمليه دي رجعت من اول وجديد. الحمد لله بطلع سلم وبمشي وما فيش اي مشاكل، ما فيش اي تعب زي الاول يعني، الحمد لله يعني تقول اتولدت من جديد تاني، الحمد لله والشكر لله. كابتن رضا، قليلين قوي اللي كانوا نجوم في الملعب وكان بيعشقهم الاهلاويه والزملكاويه وجماهير الكره في الوطن العربي ويفضلوا يحتفظوا بنجوميتهم بعد سنين كتير من الاعتزال. هل ده لطريقه معينه، لحياه معينه، للناس كمان؟ في ناس ما شافتش حضرتك دلوقتي زي ما قد ولادي وقد ولاد حضرتك ما شافوكش وانت بتلعب، هل ده لان رضا عبد العال تصريحاته هي اللي كملت تاريخه اللي كان في الملعب؟ هنقسمها الاثنين يا اسلام، يعني الناس اللي شافتني وانا بلعب سواء اهلاويه زملكاويه، كل جماهير مصر اللي هي بتعشق الكره يحبوا دايما اللعيب اللي هو المهاري. فدي ما بيبقاش عليها خلاف، اي حد مهاري في اي فرقه هتلاقي كل جماهير مصر بتحبه. دلوقتي بقى بالنسبه للي هم الشباب اللي طالع اللي هم ما شافونيش
بس هو ممكن تصريحاتي بقى او مثلا تحليلي او ان انا زي ما بيقولوا قريب منهم في حتة الكلام اللي هو الكلام الشعبي البسيط اللي هو ما فيهوش لا البيونه ولا الجرافطه ولا الكلام ده، فده بيوصل لقلبهم. فعشان كده ممكن هم ما شافونيش بس هم بيحبوني من تحليلي او من كلامي. فطبعا ده الجزء الثاني، الجزء الاولاني اللي هم شافوني في الملعب، والجزء الثاني اللي هم دلوقتي بيقعدوا يتفرجوا ويسمعوا التحاليل والكلام والبساطه، ونقول مثلا مش هنقول خف الدم عشان الناس بتقول لك انت دمك لا تقيل، هو دمك خفيف فعلا. لا بيقول لك دمك بيلطش لا والكلام لا ده. لا ده اصلا كمان اللي كانوا معاصرينك في يعني في النادي الاهلي او في نادي الزمالك دايما يقولوا لي هو رضا عبد العال زي ما بيطلع، هو كان في اوضه اللبس كده، الحمد لله هو والشكر كان في التدريبات كده. فهي طبعا دي بقى مع ان الناس كمان ايه الصورة دي. دي فإن هدية آه معمولة لك مخصوص، و المهندس أحمد عبد الفتاح هو اللي رسمك، وإحنا يعني قلنا هنطلعها لك ونفاجئك بيها على الهواء. ده جميلة جميلة ما شاء الله. تسلم ايدك يا المهندس أحمد فنان، عبد الفتاح هو تسلم اللي ايدك يا رسمك مهندس، الصورة دي. تسلم ايده بجد، فنان كانها حقيقية. فالمهم كمان في حاجة ان الجيل ده صدقها، ان مفيش حاجة بقولها الا والحمد لله بتحصل. فعشان كده هم ما شافونيش وانا بلعب، مع ان الناس اللي هي زي ما قلت لك شافتني، فعارفة ان كلامي ماشي مع موهبتي. يعني مثلا يقول لك هو مش عاجبه حد، مفيش لعيب، لا انا بحب اللعيب اللي هو دايما بيبقى من اصحاب الحلول او اللعيب المهاري، انا بس مش بحبه. كل لعيبة مهارية. ماشي، بس انت في لعيبه يعني مثلا، ما هو انت كل وقت وله ادان. يعني انت مثلا ايامنا كان في مثلا في كل فرقه في صانع العاب وصانع العاب محترم ويلعب، بس هي كانت ساعتها محصوره بين لعيبه الاهلي والزمالك، مع ان كان في لعيبه بره الاهلي والزمالك. هقول لك احمد مصطفى مثلا كان في الترسانه وراح المصري، هقول لك طارق الصاوي، علي يونس، في لعيبه، بس طبعا كانت لعيبه الاهلي والزمالك هي اللي بتبقى مسلط عليها الضوء اكتر. وغير كده برضو ان هي يعني بتلعب افريقيا افريقيا على طول والمنتخب. واحتكاك دولي، فيقول لك ده الخبره الافريقيه اكتر عنده من مثلا لعيب فلان بيلعب في الدوري بس. واخد بالك؟ فالجيل بقى ده مصدقني وفي مصداقيه بيني وبينه، فعشان كده الحمد لله رب العالمين. ممكن تكونوا وخاصة اكتر الولاد الصغيرين يعني متعودين، يعني طبعا تطلعاتهم بتبقى كتير وبيشوفوا بره وبيشوفوا على السوشيال ميديا، فبالتالي ما تعرفش تضحك عليهم. لا متفتحين اكتر من الجيل بتاعنا واللي قبلينا واللي بعدينا، بالظبط. واخد بالك؟ لان زي ما انت بتقول السوشيال ميديا والانفتاح على العالم في الدوريات، الدوري بالظبط. الاسباني والدوري الفرنسي والدوري الانجليزي والدوري فكل الكلام ده. هم دلوقتي على فكره ده ثلاث ارباع الشباب اللي طالع ده ما بيتفرجش على الدوري المصري، تخيل. انا عندي ابني ما بيتفرجش على الدوري المصري، بيتفرج على كل يعني دوريات اوروبا، وعارف طبعا كل الفرق بتشكيلاتهم طب بتغييراتهم. النهارده مش كان في ماتشات؟ والله ولادي ما اتفرجوا على، ولا انا قاعد بتفرج على ماتشي. انا ما اتفرجتش على الماتش الاولاني بتاع المقاولين، اتفرجت على الماتش التاني بتاع النادي الاسماعيلي. والله العظيم عدوا من جنبي ثلاث مرات ما قالوليش مين بيلعب مين، ولا قالوا لي النتيجه ايه، ولا واخد بالك؟ انما مثلا لما هم يقولوا لي الساعه 9 مثلا تشيلسي مثلا مع الانتر، ده مش بالظبط. عارف هو برشلونه، كل الولاد الصغيرين واخد كده بالك؟ دلوقتي. فهم مش هتقدر زي ما انت بتقول تضحك عليهم. ليه؟ لان هم خلاص انفتحوا على العالم فعارفين. بس الحمد لله ان في مصداقيه بيني وبينهم، حاجات اللي انا بقولها وهم بيشوفوها وتحصل فبيصدقوها، فاصبح في مصداقيه بيني وبينهم. فعشان كده هتلاقي يعني طبعا الجمهور بتاعي القديم ده الجمهور بقى اللي هو الحديث اللي ما مرتبط شافنيش، بيك اللي هو بس الجمهور القديم. مصدقني مصدقني، دي اهم حاجه. طيب قول لي اصعب عيد ميلاد مر عليك. السنه اللي فاتت فعلا السنه ده اللي وقت فاتت العمليه. لان انا عملتها يوم 7/3 وانا 15/3، دي ده صعب بس عشان العمليه، انما اصعب عيد ميلاد بجد
يوم وفاة خالي، لأن ده كان يوم عيد ميلادي. وخالي ده أنا كنت بحبه جدا، وعلى فكرة هو أبو المدام. ويمكن أنا قلت قبل كده في كذا برنامج إن هو كان له فضل كبير قوي بعد ربنا في الفترة اللي هي من بعد ما بطلت كورة لغاية ما بدأت أظهر في الإعلام. لأن بصراحة يعني الله يرحمه، يعني أنت عارف شاكب راكب يعني، كنت يوم عيد ميلادي، يوم عيد ميلادي طبعا انا كنت ساعتها ماسك فريق بني عبيل، لا كنت ماسك نبروه، وسافرت وسايبه في البيت. الكلام ده كان حوالي الساعه 3 بالليل، وانا سافرت وقلت اصلي الفجر وانا ماشي في الطريق بدل ما اروح والكلام دوت، وببقى اروح رايح مرهق، وكنت عارف كان ساعتها الطرق كانت عامله ازاي. فقلت لا همشي بدري واروح هناك اصلي الفجر، الحق اصلي الفجر هناك، والطريق بيبقى لان انت عارف الطريق كان ساعتها فرضان، واصلي الفجر والكلام ده. ففعلا روحت وصليت الفجر والكلام ده، ونمت مفيش 10 دقايق بعد ما نمت لقيت هاجر بنتي بتتصل بيا الحق جدي مات. وفي اليوم ده عيد ميلادي، يعني انا قلت ايه هروح امرن الفرقه وهرجع بالليل باذن الله بعد التدريب بقى، يبقى براحتي بقى. في ايه يا هاجر؟ قالت لي جدي مات. انت بتتكلمي ايه ده انا لسه سايبه؟ قالت له والله. وطبعا بقى العياط والكلام ده. فرجعت تاني، وكان ده يوم عيد ميلادي بقى اللي هو كان 2009 ده. طبعا مش هقول لك بقى الدنيا اسودت، وقعدت فتره مش مصدق، برغم ان حضرت الجنازه وحضرت الغسل وحضرت كل حاجه، ولكن طبعا ده انا سايبه من ساعتين يعني. وكان كويس جدا وبنتكلم انا وهو، اللي هو مش ما فيش امور يعني تقول لك ان ممكن يحصل، ولا تعبان ولا عيان ولا انت، لا ان احنا اتفاجئنا يعني. ماشي هو مريض سكر زينا كل الناس عنده، بس هو ما بيشتكيش من حاجه. وانا بقول لك راح صلى الفجر، وانا كنت رحت رجع من صلاه الفجر قعد ما فيش دقيقتين وقام جاي. طيب ده اصعب عيد ميلاد. احلى عيد ميلاد بقى بتاع امبارح. امبارح ما انا بقول لك اتولدت بقى من جديد بعد العمليه. انا على فكره انا عمري ما عملت عيد ميلاد خالص، اقسم بالله ولا في دماغي الكلام ده، ولا وانت صغير مثلا، ولا كلك او ازيك كل سنه وانت طيب لا اخواتك، لا 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 ما فيش عندنا الكلام ده خالص. لا وعلى فكره دي برضو حاجه من ضمن الحاجات اللي دايما بتسبب لي مشكله، سواء مع اصحابي او مع المدام مع مراتي. اولا عيد جوازي ده عمره ما بفتكره. برافو عليك. وحياه ربنا عمري ما بفتكره. والمدام تقول لي انت مش ناسي حاجه، انت مش ناسي، اقول لها مش ناسي. لا انت ناسي، اقول لها لا مش ناسي. وبعد كده تقول لي انت ناسي، ما فيش فايده. لا تقول لي بقى عيد ميلاد عيد جوازنا. طب عيد ميلادي ما بفتكرش الحاجات دي. طب عيد جوازك امتى؟ 29/6 مش عارف، 92 92 29/6 كان بعد ماتش الاهلي ده، شايف الاهلي ده اللي بيتذاع ده؟ اللي هو ده كان تاني يوم الماتش. كان بعدها بيوم او بيومين مش فاكر يعني. عشان كده انت ربنا كان مديك الصحه وجبت الجول ده. ما خدناش البطوله ساعتها. قول لي هديه العيد الميلاد اللي جات لك وما تنساهاش. بقول لك ما بعملش عيد ميلاد. ايوه يعني ما حدش من قرايبك، المدام، الحاجه، اي ما حدش اداك 50 قرش، حاجه ما تنساهاش. ما فيش، انا مش هضحك عليك. يعني ما بيجيلكش هدايا خالص يا كابتن؟ والله حتى لو جات لي ما بفتكرهاش يعني، بس اصل ما بعملوش، فعشان كده ما بقولكش ان تستنى يعني هدايا. يعني مودي ما بيجيبلكش، مودي ما هاجر ما بيعمل ولا بياخده بس. لا كل سنه وانت طيب وخلاص. بس كل سنه وانت طيب. يعني مثلا مودي اول امبارح بالليل قال لي كل سنه وانت طيب يا حاج، بكره عيد ميلادي. قلت له انت طيب؟ والله قلت له انت طيب. محمود ما قاليش. هاجر بعتت لي امبارح على الواتس الصبح كل سنه وانت طيب وربنا يخليك لينا يا بابا. بس طبعا ام احمد كل سنه وانت طيب. الكلام ده قبل العيد ميلاد اللي هو الساعه 12 لقيتها بتقول لي كل سنه وانت طيب. طب يعني ايه ام احمد تفتكر لك عيد ميلاد وانت ما تفتكرش عيد ميلاد؟
خلينا بقى انا خلصت كل المدربين انت عايز توقع على بيني وبين ام محمد على فكره قاعده بتتفرج وهي عارفه الكلام ربنا يبارك لك فيها ربنا يبارك بجد والله اصل بص هي ايه احنا بنتدلع على حسها يعني هي بتستحمل يعني طب قول لي بتعمل لك ايه في عيد ميلادك يعني اكله معينه حاجه معينه ما يعني والله بيعدي يوم زي اي يوم يعني عادي يعني مش ما بتطلبش انت حاجه معينه لا خالص اصل انا برضو يعني حتى من غير السكر والكلام ده انا ماليش في الحلويات يعني ولا التورتات ولا الجاتوهات ولا كل الكلام ولو خدت اخد حاجات بسيطه يعني الكلام ده كان قبل موضوع السكر ما فيش عيد ميلاد مريت مره عليك وانت في الزمالك وانت في الاهلي وانت في المنتخب وكان يعني الناس مهتمة ان هي تحتفي بيك لا يعني كان كبيرة برضو كل سنة طيبة خلاص يعني مش زي دلوقتي مثلا بيعملوا احتفالات للعيبة في المعسكرات انت عارف كل مدى بقى بتطور والدنيا بتختلف يعني كل سنة طيبة خلاص يعني طيب خليني نروح لتقرير يا استاذ ماجد وبعدين طيب ثواني لغايه لما يجهز الاستاذ ماجد لتقرير خلينا نخش في الكوره بقى سيبك بقى من عيد الميلاد لا ازاي انت قيمه كبيره كابتن رضا والله انت يعني ما حد عامل لي القيمه دي الا انت لا ازاي بقى انت تاريخك كبير ولا ما يعرفش تاريخك ونجوميتك واسمك يبقى مش محتاج ان هو يعني هيبقى ناس فاتوا كتير قوي في الكوره يعني لان انت جزء من تاريخ متعه الناس في الكوره الحمد لله والشكر لله نشوف الناس قالت لك ايه بقى نروح للناس نشوف قالوا ايه في عيد ميلاد النجم رضا عبد العال رضا عبد العال عيد ميلاد قول له كل سنه طيب عبد العال كل سنه وانت طيب الرضا كل سنه وانت طيب يا كابتن كل سنه وانت طيب يا نجم مصر الرضا كل سنه وانت طيب ربنا يعود على ايام بخير كل سنه وانتم طيبين جميعا كل سنه وانت طيب دايما هنسالك قول له ملك ونص ملك كل سنه وانت طيب كل سنه وانت طيب يا كابتن كل الزملكاوية بخير. اللي هو بتاع طنطا ده. مش فاكر. قاعد يصوت في المباراة. أيوه اللي هو يا خرابي يا لهوي. هو ده. هو ده. نجم مصر احنا بنحبه على فكرة. أقول له كل سنة وأنت طيب. وبعدين أنا زملكاوي ولازم أقول له بلا له من القلب يعني. حبيبي يا رضا. كل سنة وأنت طيب. كل سنة وأنت طيب. كل سنة وأنت طيب. عبال من السنة ان شاء الله مين عبد العال 100 سنة ان شاء الله سنة سعيدة عليك عبد العال من السعودية عبد العال حبيبي عبد العال كل سنة وانت طيب يا كابتن رضا كابتن رضا عبد العال كل سنة وانت تمام يا ابن بهتيم العشرة على عشرة كل سنة وانت طيب ويبطل قصف جابها في الأهلاوية شوية احنا زملكاوي بس هو انت تقيل عليهم يا رضا كابتن رضا كل سنه وانت طيب كابتن رضا بنحبك من الزمالك حبيب قلبي اقول لك كل سنه وانت طيب يا كابتني ويعني من نجاح لنجاح يا كوتش وان شاء الله تكون سنه حلوه عليك وتمضي مع الدنيا كلها يا كابتن والله العظيم عيد ميلاد كل سنه وانت طيب يا كابتن رضا ودايما كده متعلق في الممتاز في البيت في كل حاجه كل سنه وانت طيب يا كابتن رضا صوت طيب يا كابتن ورب سنه سعيده عليك ان شاء الله وتبقى احسن من اللي قبلها كل سنه وهو طيب وربنا يعود عليه الايام بخير كابتن رضا على العال كل سنه وانت طيب وعايزينك تمسك المنتخب عشان نكسب كاس العالم ونعدي بص احنا كده كده مش هنعدي من المجموعات بس نعمل اي حاجه ابويا رضا عبد العال داخل ابو الدهب لعبها بعرض الملعب لرضا ورضا بيبدا تاني وبيشوط حلو جوه جول يا خبر ابيض رضا عبد العال 1-0 بعد 7 دقايق رضا عبد العال 1-0 يطلع على طول ورضا جول رضا 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 عبد العال رضا رضا عبد العال بعد 3 دقايق بيجيب
ايه الحلاوه دي يا عم اسلام؟ لا هي الناس اللي بتحبك يعني، هو زمايلنا احمد مهران واشرف الشاذلي وايمن يوسف نزلوا في الشارع شكرهم يعني، والاستاذ ماجد طبعا مخرجنا فعاملين لك نزلوا في الشارع وصوروا مع الناس، فده حاجه تلقائيه من الناس يعني. الحمد لله والشكر لله، ما احنا عايشين على حب الناس ده. نطلع فاصل، وبعد الفاصل مع النجم الكبير رضا عبد العال في عيد ميلاده 57. لسه مكملين مع النجم الكبير كابتن رضا عبد العال في تاني يوم لعيد ميلاده. عيد ميلاده كان امبارح 15 مارس، فطبعا يوم مهم. مش قادر كمان يعني، عايز اعدي الحلقه النهارده يعني، مش مفيش بقى، مش هاوحك النهارده في حاجه يعني. ليه يا عم؟ لا لا، كل اللي انت هتقوله صح. طب انا بقول الصح على طول، بس انت غلطت في حاجه، انت بتقول لي 57، انا 17 يعني. انت صباح، لا دي حاجه تانية بقى. بعد العمليه. بس خلي بالك ام احمد بتتفرج علينا يعني، ف لا عادي عادي، ما عارف انا بقى عندي 17 سنه. عشان ما تبقاش بترمي بتقول 17 27 عشان حاجه معينه. لا 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 خالص، هي عارف هي 17 يعني ان انا من ايدك ارجعك البيت تاني. كابتن رضا، النهارده الاسماعيلي بيحقق اول فوز لي، وحمد ابراهيم قال كمان ان في تصريحات لي ان بعد المباراه حصل تعدي من الجهاز الفني للاتحاد السكندري على باهر المحمدي، وفي نفس الوقت في كان في الفتره اللي فاتت اتردد ان في يعني ممكن يبقى في رحيل الكابتن حسام حسن والكابتن ابراهيم حسن من الاتحاد السكندري. هل النتيجه دي ممكن تاثر، رغم ان محمد مصلحي اعلن قبل كده ان هو جدد الثقه فيهم؟ طيب نبدا الاول بالنادي الاسماعيلي. من احسن ماتشات عملها من اول ما الدوري بدا لغايه النهارده ماتش النهارده، لان انا اتفرجت عليه. في فرقه الاتحاد ضيعت، خالد الغندور ضيع هدفين، بس الاستحواذ والسيطره كان للنادي الاسماعيلي. طب كويس، ودي مش متعودين على الفترة الأخيرة، وبالذات في الوقت ده. وعدم أو مش هنقول سوء النتائج، عدم التوفيق. لا النهاردة في كرة بتتلعب، بدأت بصمة حمد تبان على اللعيبة، اللي هي الثقة اللي هي بينقلوا من رجل لرجل، دي ما كانتش موجودة قبل كده. بدأت تتواجد النهاردة، وعلى فكرة البصمة دي موجودة من قبل ما الراجل اللي هو براون ده يمشي. لما اللعيبة خدت ثقة في ماتش في الرابطة في كذا ماتش ورا بعض وكانوا بيكسبوا والكلام ده، بدأوا يعملوا الكلام ده. لما الراجل مشي وجي حمد، طبعا مع تغير الجهاز الفني فاختفت شوية، بس النهاردة بدأ يبان شغل حمد، ان في كلام، ان في كره على الارض، بيقربوا لبعض اكتر من واحد بيقرب لبعض، تضييق المساحات، الانتشار الجيد، الارتداد بسرعه، وده كان سبب من اسباب النهارده اللي هو خنق فرقه الاتحاد. يعني خنقهم، سيبك من اخر 10 دقائق، ان طبعا اي فرقه بتبقى خسرانه فبتكثف الضغط على الفريق اللي هو كسبان عشان ان هو عايز يتعادل. فالنهارده حمد واللعيبه يعني كانوا على قدر المسؤولية، وحاسين بجماهير نادي الإسماعيلي، وحاسين بقيمة النادي الإسماعيلي، فعشان كده تحقق لهم الفوز، وكانوا رجالة النهاردة وبيلعبوا بروح. ده أول شق في المباراة. الشق الثاني إن فرقة الاتحاد الوحيد اللي عامل الشغل ده كله خالد الغندور، وشوية الراجل اللي هو الفرويد اللي هو مش عارف اسمه إيه بقى، اللي هو الهداف بتاعهم مابولولو. بس والباقي تحس ان كلهم موظفين. في حاجه غلط فرقه الاتحاد، فيها حاجه غلط.
لازم على الكابتن حسام، وانا بقول له من دلوقتي على حسام حسن لازم يغير شويه في اللعيبه، ان في لعيبه شكلها كده بقت موظفين عشان بيلعبوا. هو ميزته ان هو دايما بيغير بيغير بيغير، ما بيديش مثلا ماتشين ثلاثه للعيب. حسام حسن هيقعد مع الاتحاد، هيكمل مع الاتحاد ولا لا؟ هو ادى راحه ثلاث ايام للفرقه. هما مش عندهم ماتشات تاني ولا خلاص كده لغايه؟ لا هو دلوقتي ما عندوش ماتشات، هو مدي راحه ثلاث ايام للفرقه. طب ثلاث ايام متهيألي ان هي فتره قصيره. لازم يبعدهم اقل حاجه خمس ست ايام، بحيث ان اللعيبه لما ترجع يكون يعني نظفت نفوسها شويه. لان شكلها كده ان في لعيبه بتبقى مقيره زعلانه بتلعب على طول، يعني لازم يعمل احلال وتجديد الفتره اللي جايه دي، فيدي مثلا خمس ست ايام بحيث ان اللعيبه ترتاح كويس قوي، ولو هيكمل معاهم يبدا. لان انت الدوري هيرجع امتى؟ بعد ماتشين اللي هم بتوع كاس العالم. بعد الماتشات يعني هيرجع على طول، يعني هيبقى 29 مارس هيرجع 1/4 مثلا. لا يبقى 3 ايام كويس. ما يعملش زي التاني اللي هو بيدي 5 ايام و4 ايام والدوري شغال والافريقيا شغال، ويرجع ناس يقول لك ايه لا اصل دوت لا هو حاسس بالفرقه وحاسس اصل مش عارف ايه. طب لما ايوه التاني مين؟ مش مهم بقى. ماشي خليها يعني ماشي. انا النهارده سايبك براحتك. لا او احنا برضو بس يعني ايه اصل ديت هيبقى فيها جدل شويه، لان طبعا بيدي 5 ايام و4 ايام. انا عشان عيد ميلادك هسيبك تقول اللي انت عايزه. ماشي. النهارده عارف انت اللي بيعمل ريجيم فبيبقى عنده يوم فري. النهارده الفري. انت النهارده اليوم الفري بتاعك. زي الفل. خلينا فهو طبعا لازم اعاده هيكله تاني لفرقه الاتحاد ده لو حسام حسن هيكمل. بس اعتقد بعد هزيمه النهارده حتى لو هو هيكمل جمهور اسكندريه هيبدا. هم عندهم الاهلي 6 ابريل 6/4 ده اول ماتش ليهم بعد الرجوع. لا يبقى لا لازم يعني بص هي الكره بتدي ضهرها ساعات لمدربين مش هتديك وشها دايما على طول. وبعدين خلي بالك برضو ان لعيبه الاتحاد مش هي اللعيبه مثلا زي الاهلي او الزمالك اللي هي عنده القماشه يعني. النهارده مثلا في التغييرات في تغييرات ما فيش الا الاشول بس اللي نزل ده اللي هو الراجل اللي هو بس ده برضو ما اعرفش الكابتن حسام او حسام حسن اخره ليه. هو مش كاتبينه هنا في لعيب اشول كده نزل. لعيب كويس قوي يعني انا مش عارف الكابتن ابو حسام حسن يعني صبر ما ادالوش ليه وهو خسران من بدري، فكان لازم يدفع بيه لان ده لما لعب عمل حركه وعمل حته ايجابيه في الحته الهجوميه بتاعه النادي الاتحاد. فبرضه ده استغربت يعني ان الراجل الاشول ده حسام حسن مكمل مع الاتحاد ولا مش هيكمل؟ انت تنصحه بايه؟ لا انصحه ان هو زي ما كان بادي في اول الموسم الشده مع اللعيبه، لان اللعيبه شكلها كده ان هي راحت ان هي بعد ما عملوا كم ماتش كويسين ان خلاص ان هم قعدوا في الدوري وهيخشوا المربع الذهبي وكل الكلام ده. ففي يعني ايه دلع شويه من اللعيبه، لا يرجع تاني يضرب بايد من حديد، لان اللعيب المصري لازم تكشم له لازم وتقلب له الوش. فشكلهم كده الفتره الاخيره دي ان كل واحد بيلعب براحته، حتى النهارده وهم خسرانين برضو تحس ما فيش الا اتنين تلاته والباقي كله بيلعب تاديت واجب وان عادي يعني. ما يعرفوش ان جماهير الاتحاد هناك يعني جماهير كبيره قوي بتحب الاخضر اكتر ما بتحب اي حاجه تانية يعني. الفريق الاخضر اللي هو فريق الاتحاد فريق الاخضر مش الاخضر حاجه تانية اصلا. تحب الاخضر دي لوحدها ممكن الناس تفهمها لا ما هو بيقولوا هو على طول لما كنا العب اخضر طبعا واخد بالك. فاحنا ما كنا بنروح يقول لك ما بيقولوش يلعب يا اتحاد ولا العب يقول لك العب يا اخضر. فانا بقول لك ان ده طبعا العشق بتاعهم. فهم هيستنوا على حسام حسن لغايه ماتش الاهلي، يا يصالحهم ماتش الاهلي يا اما يقول لك بقى يمشي. يعني اخر ماتش لحسام حسن ممكن يكون ماتش الاهلي. ممكن. لو عمل نتيجه كويسه طبعا هيكمل. لكن هو ما يمشيش قبل ماتش الاهلي. لا انت بمعرفتك بحسام حسن.
انا ما هو, هو على فكره طبعا حسام هناك يعتبر كل حاجه بالنسبه للصلاحيات كلها في ايده. وخلي بالك ما يغلطش الغلطه بتاعت المصري. يعني ما يغلطش لان كان في المصري برضو كان حاجه كبيره قوي وكان بالنسبه للجميع. طبيعي اي فرقه هتلاعب الاهلي بنسبه 70-80% هتخسر. ما تخسر بس يعمل ماتش كويس. في فرق لما تعمل ماتش كويس والناس تخرج تسقف لك وتقول لك الفرقه جايه الفتره اللي جايه. اصل خلي بالك انت ممكن تخسر اهلي وزمالك او تكسب اهلي وزمالك ما تاخدش دوري. طيب على ذكر الاهلي, والاهلي عنده ماتش المريخ السوداني وجاي من خساره من صن داونز, خساره رايح جاي, وشويه الاهلي بمستوى ثابت ومستوى مميز وكلنا بنشيد بيه, وبعدين بيحصل تذبذب في المستوى في المستوى في كاس العالم للانديه. واهدى ما تخلينيش اقلب وارجع في كلامي. لا ارجع في كلامي بعد الفاصل مع الكابتن رضا عبد العال. هذا البرنامج برعايه لسه مكملين مع الكابتن رضا عبد العال وهو هادي كده وكيوت علشان طبعا عيد ميلاده. كابتن رضا, نعم. الاهلي بيبقى فيه احيانا تذبذب مستوى, فيعني في كاس العالم للانديه كان مستوى هايل ونتائج وفاز, يعني قدم اداء كويس جدا, وبعدين برضو بعض الماتشات سواء في الدوري في ماتشين صن داونز, هل انت شايف تذبذب المستوى ده راجع للاجهاد والارهاق ولا راجع لايه, وهل ده ممكن ياثر الفتره الجايه ولا لا؟ راجع للطريقه اللي الراجل بيلعب بيها برضو. ايوه انا بص, بيبقى كويس قوي لما بيلعب 4-2-3-1. هو يلعب بمزاجك يا اما هو اللي شايف. لا لا, ما انا بقول لك لما انت دلوقتي, ما هو في ماتشات بيحتاج 3 في نص الملعب. ليه يعني؟ هو ايه اللي ليه؟ هات لي فرقه اعلى من النادي الاهلي عشان يلعب بثلاثة ديفندرات. لا بيبقى عايز يامن. ليه يعني؟ ايه المشكله؟ ليه بقى الكلام ده؟ مثلا اكسب الاول ولما العب بثلاثة ديفندرات يبقى انت زي ما بتقول كده يامن, ما عنديش مشكله. لما انت في ماتشات بيبقى عايز يسيطر على نص الملعب, عايز تلعب 4-3-3 فبيلعب بثلاثة في نص الملعب. لا, عايز تلعب 4-3-3 الطريقه بتاعته دي وتنجح وتكسر الدنيا, حط تعالى معايا كده ايه نشوف تشكيل اي ورقه اللي انت عايزها. لا في ورقه هنا بتاعت لا بتاعت النادي الاهلي. خدها هي بتاعت النادي الاهلي. قدامها. ماشي. اولا علي معلوم ما لعبش بكليفت الفتره دي لان مش في مستواه. يلعب في الحته دي يا ايمن اشرف يا محمود وحيد. يا ايمن اشرف يا محمود. يعني انت عندك لعيب بقيمه علي معلول. يا عم انا لسه لعيب, اسمعني بس, واسمه زق لقدام. انا ما بقولكش يقعد, انا بقول لك زق لقدام. ماشي, زق لقدام يبقى هو اللي مكان احمد عبد القادر في حته الليفت, واحمد عبد القادر يجي مكان السوليه في نص الملعب. وعندك حسين الشحات مكان حمدي فتحي, وتلاعب يا السوليه يا ديانج يا فتحي ديفندر, وتحط هنا الشحات وحط هنا احمد عبد القادر وحطه قدام. مين اللي هيدافع بقى في نص الملعب؟ هو الاهلي عايز حد يدافع. ايوه, هي مش فرقه وممكن في حد يضغطها. الكلام ده لما هلعب, بص لما اخش على هلعب ليفربول, بايرن ميونخ, ليه شيلسي. اي فرقه بتهاجم الاهلي؟ مفيش حد بيهاجم الاهلي. انت في نص الملعب هتلعب بديفندر واحد. ايوه لا استنى بس, ده الكلام ده ايام كنت يا رضا. انت مش عايز تلعب كوره وتكسب ويبقى شكلك كويس؟ طب ما الاهلي بيلعب وبيكسب. انا بقول لك دي من وجهه نظري, انا من وجهه نظري الثلاثه دول شبه بعض. انت عايز تخلي فيها اختلاف, حط احمد عبد القادر هيدافع ويهاجم, حط حسين الشحات هيدافع ويهاجم, واخد بالك؟ ايوه بس لو دافع وانت الزمته بواجبات دفاعيه هيجي على حساب الناحيه الهجوميه. مين اللي قال لك كده؟ طالما هم ماسكين كوره بيهاجموا محدش هيهاجم النادي الاهلي.
ده هم الفرق التانية اللي هتدور امسك عبد القادر ولا قفشة ولا حسين الشحات ولا مش عارف ميكسوني ولا بيرسيتاو ولا 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 في كذا اسم في كذا نجم هم اللي هيدوروا مش هيفكر في الحتة الهجومية اقدر اكتر ما يفكر في الحتة الدفاعية ان انا هوقف الناس دي ازاي وبعدين انت اصلا اي فرقة بتلعب النادي الاهلي بتلعب براس حربة واحد بره مصر وجوه مصر فانت عندك اربعة ورا وقفهم يا عم ما تخليش حد يهاجم منه وخلي اللي طالعين نازلين احمد عبد القادر مثلا وقفشة وفي وسطهم واحد زي ديانج ولا حمدي فتحي ولا السولية انت تكسر الدنيا لا انا في الحالة دي العب 4-3-3 ليه لان عندي حل ناحيه الشمال وناحيه اليمين الطريقه هجوميه قوي يا كابتن رضا ليه يا حبيب قلبي ما انت عندك اربعه مدافعين ديانج في نص الملعب وعلى استنى بس انا بس انا بس انا بس واحده واحده بس ادي الاربعه هم وحط مثلا واحد ديفندر فيهم ادي خمسه ساعه الهجمه اي حد اي فرقه بره مصر حتى هتهاجمك بخمس لعيبه الخمسه موجودين اربع لعيبه الخمسه موجودين ست لعيبه يبقى ينزل واحد زي الشحات ولا قفشه ولا احمد عباد خلاص انت حليت الموضوع هات كده اي فرقه بخمسه ايوه هو اي خمسه انا بتكلم هي بالعدد ولا بالقدرات وفي نفس أنا الوقت بالقدرات طيب ماشي اتنين مساكين هيمسكوا راس حربه واي حد جه من على الاطراف هيبقى عندك ايمن اشرف هنا وما او لما يحصل زياده عندك بقى من نص الملعب بقى ممكن عبد القادر يرجع ممكن ديانج يرجع طب وليه ما يلعبش الناس اللي شغلتها يا عم شغلتها هو واحد بس الملعب. يا حبيبي دول ثلاثة بيقوموا بدور واحد بس انا بقول لك خلي واحد منهم يلعب ودي حلول هتبقى قد كده 100 مره لو عايز تلعب 4-3-3 ما توجعش قلبي هو ايه ما توجعش قلبك ما انت بتقول يعني انا بقول لك على طريقه جهنميه اهو عندك حلول هجوميه ودفاعيه عايز تاني عندك خمسة في الديفنس وعندك خمسة بيهاجموا عايز تاني ايه المطلوب تاني ده انت النادي الاهلي لما التلاتة بيلعبوا بيبقى شكله ما بيروحش على الحتة الهجومية دي غير لما يكون قفش ربنا موفقه غير لما يكون احمد عبد القادر ربنا موفقه غير لما يكون علي معلول ربنا موفقه ايوه بس هو ما بيلعبهاش دايما وبيلعبها مع فرق معينة يعني مثلا هو بيلعب قدام بيراميدز والله لولا كلامنا هنا استنى بس لولا كلامنا هنا والله العظيم ما هيلعب غير في اي ماتشات سهله صعبه غير بالثلاثه بس كلامنا هو اللي بيخليه يغير لان بيبقى ضغط على النادي الاهلي وعلى جماهيره وعليه نفسه عشان كده انت دلوقتي لما هو كان بيلعب مع امال هو واخد البطولات دي كلها ازاي بطريقه لعبه ايه مش 4-3-3 لان لو 4-3-3 ما يكسبش وما بيكسبش الا لما بيرجع للطريقه 4-2-3-1 بيكسر الدنيا ويبقى ايجابي اكتر وبيبقى يعني عايز اقول لك كل اللعيبه بتبقى فايقه غير لما بيلعب 4-3-3 والثلاثه دول بالذات بتوع نص الملعب لانهم كلهم شبه بعض وقلنا الكلام ده كتير طبعا عايزك تروق كده الراجل لسه قاعد معانا سنتين بسم الله ما شاء الله لا ما تقلقش في اي وقت بس هلوش. يعني اسمع لا خليها بس هو الراجل خليها في الامر الواقع الامر الواقع الراجل جدد وبقى زي الفل والراجل مكمل فين جدد فين؟ ما هو الراجل مجدد ان ايوه لا طالما النادي الاهلي اعلن طب فين يبقى طيب. هو جد هو المفروض يديلك يجي يوريك العقد لا مش ورينا العقد طالما النادي الاهلي اعلن يبقى الراجل جدد طيب لازم ده. لازم اشوف حاجه قدامي لا ما تشوفش حاجه قدامك انت تشوف حاجه قدامك ليه هو النادي الاهلي اعلن خلاص مش خلاص. هو جدد اهو هو الراجل مش هو جدد سنتين الراجل مكمل استنى بس استنى صلى لا انت اللي تروى صلى مش هو جدد سنتين انا بص انا رجعت في كلامي مش هسيبك بقى تقول لي ماشي بس هو جدد سنتين وفي الجزئيه دي بالذات طب مش هو جدد سنتين مش هيكمله لا والايام بينا لا يعني ما تفترضش والايام بينا ليه هو الايام انا بقول لك اهو الايام بينا هو لازم كلامك هو اللي يحصل الحمد لله رب العالمين مفيش مره قلت لك حاجه لا الراجل مكمل وماشي بشكل كويس جدا مع النادي الاهلي ماشي انت مفيش حاجه قلتها انا معاك بس خلاص زي كارتيرون كده ماشي هو كارتيرون بس يعني انا بقول لك كارتيرون دي اخر حاجه يعني طب وطارق حامد ماله طارق حامد لا برضه مش كان كنت اقول كذا كان الناس لا هو طارق حامد لعيب مهم جدا
ومن اهم اللعيبه في مركزه في تاريخ الكره في مصر. مين قال لك الكلام ده؟ انا اللي بقول لحضرتك وكل الخبراء بيعتبروه كده. هو في خبراء؟ انا هو انت لا في خبراء كتيرة كتير. ماشي على عيننا وعلى راسنا بس ماشي. ما بيتدخلوش في المناطق اللي هي اللي فيها. ايوه بس طارق حامد لعيب مهم جدا. ماشي بس خلاص بقى كده عليه العوض يعني. ليه عليه العوض ليه؟ ما ممكن يروح يحترف. طالما جمهور الزمالك عرف عسو كان هو اللي عامل له الهايلمان ده كله. هو الراجل دخله في قايمه الزمالك في ماتش بترو اتلتيكو. هو مقيد ولا مش مقيد؟ مقيد. طيب خلاص ما راحش ليه الماتشين اللي انت كنت محتاجه فيهم؟ كان مصاب. مين اللي قال كان مصاب؟ اذا كان رئيس النادي طلع وقال لك مش مصاب وطلع وقال لك الدكتور قال لك يلعب من قبل الماتش اللي فات بتاع الدوري واخد بالك وقال لك انا ما اخشش الخناقه دي. هو اتكشف قدام جماهير الزمالك. لا ما فيش ليه اتكشف؟ انكشف خلاص لان هو بص كان جمهور الزمالك عامله قلاه. يعني بلاش اللفظ ده يعني عنده لعيب مهم ما كان احسن لعيب كوره في جه في الحته دي كان ما هو ده تخيل هو بعد تامر عبد الحميد واسماعيل يوسف والله جمهور الزمالك هو احسن لعيب جه في الحته هو جمهور الزمالك بس لا في لعيب احسن منه بكتير والله في لعيب احسن منه لا هات لي لعيبه يعني هو زيه زي تامر عبد الحميد زي اسماعيل يوسف لا 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 طبعا اسماعيل يوسف لعب كاس لعب كاس دول لعيبه بص دول لعيبه دي قايمه نادي الزمالك لمباراه دول كانوا لعيبه مؤثرين في التيم يعني انا اقول لك على حاجه اقول لك على حاجه ايام ما كنا بنلعب اسماعيل يوسف ده اقسم بالله لما كانت زرجي طارق حامد منور القايمه يا كابتن رضا يا عم ماشي بعدين ماشي بعد ما خرجوا ليه خرجوا ليه هو كان بيلعب ايوه ما خرجوا ليه ما تقولش ان الزمالك ليه ما تقولش ان الزمالك عانى في غياب طارق حامد طب ما السنه اللي فاتت كان موجود وخرج ليه ما تقولش وخرج نادي الزمالك برضه بنفس القصه ونفس الظروف وما كسبش الا ماتش ما تعادلش تعادل ماتشين وخسر ماتشين رايح جاي نفس الظروف دي وهو كان موجود نفس الظروف دي الاهلي كسبوا 5-3 يعني ما مش هو ايوه ما هو ما بيلعبش لوحده ما انت بتقول حامل الحمل ماشي ما هو انت بتقول بقى هو اللي بيشقلب وبيطلع الكوره ومش هنقول لك بيجيب جوان لا هو مش شغلته ان هو يتشقلب ويعمل ده كله لا امال ايه لا ما يدافع يدافع كابتن رضا هو انت كنت بتدافع وانت بتلعب انا بس بنجيب جوان ايوه انت كنت بترقص طول الارض ماشي بس ماشي وبنجيب جوان وبنعمل جوان او انت ما كانتش شغلتك طيب ما هو شغلته ايه ان ما يجيش فيه جون صح طيب هو لما غاب ايه اللي حصل جه 5 لا لا حصل حاجه ما هو السنه اللي فاتت ما كان موجود وبرده الزمالك خرج نفس القصه ظروف كل ماتش هو لا. مش هيتحمل كل هو في المصايب لا ما لا لا مش في المصايب لا لا مش في المصايب مش في المصايب ترى حامل ربنا عرفوه بالعدل بالحق وبالعقل وعرفوا ان في عدل انت ما يجيش لعيب هيبطل عنده 34 سنه وبتعرض عليه حتى 10 مليون جنيه ده حرام ده لو جاي له 100 عقد من بره اصل انا ما باخدش البطولات مثلا زي النادي امال لو لعيب زي مثلا السوليه ولا الناس اللي ديانج ولا الناس دي اللي هي كل سنه بتاخد لها 4-5 بطولات كان عامل طيب ايه طيب مين كان طلب ايه لا خليك بقى كان طلب ايه ما خلينا واضحين وصرح ده انت احمد ربنا ان انت بتلعب في نادي الزمالك يعني مبلغ 15 مليون جنيه اللي محددها اداره نادي الزمالك اقسم بالله كتير فعلا وحياة النعمه دي على عيني كتير بص ده 34 سنه يعني بينه وبين الاعتزال خلاص ده يحمد ربنا بص ميسي والرجاله دي ما هو ميسي ده هيجي زيه ده برشلونه قللوا العقد قال لك انا ماشي يعني ميسي ده يتقلل عقده ده كل المدربين اللي بياخدوا فلوس وبياخدوا ملايين واللعيبه اللي جنبه بسببه واخد بالك طب ده ما جاملش الكلام ده لو يعمل الكلام ده ياخد 20 و30 مليون ايه انت هتقارن طارق حامد بميسي لا انا بكلمك يعني على السن طالما بتطلع في السن بتقل هو مش قادر ان يلعب ولا لا 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 انت عايز تخلص عليه خالص لا مش بخلص عليه والله ليه طيب والله ما بخلص عليه بص يحمد ربنا هو في نعمه امال هو بيجي له عروض ازاي مين هو طارق ده نكايه في نادي الزمالك وجماهيره مش اكتر من كده ومرتضى منصور عشان اجيب لك من الاخر ده لو جاله عقد من سنتين ثلاثه كويس كان مشي اقول لك على مفاجاه طب اسال مستشار تركي آل شيخ مقام مضيه كان مضيه لما كانوا في كاس العالم فعلا ايوه انا بقول لك حاجه واسالوه ولولا جماهير الزمالك ومستشار مرتضى هو اللي قال له لا طارق لا لان ده مطلب جماهيري
انما هو كان ماضي وكان ماشي. فما حدش بس يتكلم مستغرب يعني من كلامك. وطارق حامد كان واخد من سنتين تاني افضل لاعب في افريقيا داخل القاره. عادي ما اختلفتش معاك. طيب ولا دول بيجاملوه؟ طب في مذيعين اصلا ما بتشوفهمش وبيطلعوا ياخدوا كل الجوائز اللي هي موجوده في الوطن العربي وداخل. ما هو زي كده زي عادي يعني. ما هو انت يعني هو ضرب الجائزه. طب لا طب ما خدش ليه احسن لعيب في افريقيا؟ هو هياخد احسن لعيب في افريقيا. هو هات لي ديفندر. طيب يعني انت كان بيترشح لجائزه افضل لاعب في افريقيا الا طارق حامد. ليه ما توري ده هذا كم سنه؟ مش توريه ده برضه بيلعب نص ملعب ولا؟ لا انا بكلم طب ما هو افريقيا هو بيلعب مش عارف ايه وخدها مرتين ولا مش عارف ثلاث مرتين. اه كابتن رضا انت لما بتحط حد في دماغك والله العظيم ابدا والله ابدا يعني. لا انا بص بقول لك كلمه بما يرضي الله ورسوله. انت لو من اللعيبه اللي عندها حلول يا طارق انا اللي كنت اقول يستاهل. قول لي مين في الدوري لو انت هتمشي طارق حامد هتجيبه وزي ويبقى زي طارق حامد؟ تصدق بالله لا اله الا الله في لعيبه في الدرجه الثانيه اقسم. انا هقول لك على واحد بس ربنا يعني لو كمل ده كان هيبقى حاجه محترمه في الحته دي. اسمه محمد الشاذلي كان في طنطا بس جاله رباط صليبي السنه اللي فاتت. اقسم بالله ديفندر من الديفندرات اللي انت تحب ان الكره توصل له. ولما يجي يقطع منك الكره اقسم بالله زي ما اكون بينيمك وبياخدها منك. كابتن رضا يعني الزمالك عانى بعد اعتزال تامر عبد الحميد حبيبي في ماشي فبص. الديفندر عانى من تعرف ليه؟ في نص الملعب لغايه ما جه طارق حامد. وانا بقولها لك اهو على الهوا الزمالك هيفضل يعاني بعد طارق حامد. لا اختلف معاك. بص يا حبيب قلبي هو انت الزمالك كان بيعاني بعد تامر عبد الحميد ماشي انت جبت طارق حامد انت السبب في اللي طارق حامد ده وصل له. ليه؟ لانك ما جبتلوش ناس كويسه تلعب جنبه. ما انا قلت لك قول لي مين قول لي مين. مش هقول لك بجهد طارق حامد بقوته بان هو يملى نص الملعب. لا 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 زي ما طارق حامد كان بقوته بره الملعب. اه ماشي ان هم كانوا خايفين يجيبوا له حد يقعده. لا جوه الملعب وبره الملعب. نبيل عماد دونجا يقعده والله العظيم. نبيل عماد دونجا اي لعيب في الحته دي في مصر بس ان هو كان جه لعب. كان دونجا اللي هو راح الاسماعيلي كان محمد حسن اللي جه وما لعبوش. واسال خالد جلال حي ان يرزق اهو. جه في مره كانوا عاملين معسكر للنادي الاهلي كانوا يلعبوا النادي الاهلي اللي هو قبل ماتش الجونه والكلام ده وكلمته قال لي محمد حسن في المعسكر مكسر الدنيا وانا بفكر اني العبه. ده خالد جلال لما جه خالد جلال طلعه بره السكور لان ده كان جاي من المنتخب ولاعبه مع ان كان بيقول لي في المعسكر محمد حسن ده مكسر. ادي للناس اشرف رؤى اول ما جه هو فيريرا بمناسبه اشرف رؤى يعني طلب ان هو يستمر في نادي الزمالك. ايوه هو لعيب كويس هو بص لما جه يا اسلام وكسر الدنيا كان لازم ياخد كان لازم يركب. ما هو في طارق حامد ويبقى في ثلاثه اربعه يكسروا الدنيا يخلوا الفرقه كلها تبقى في حالتها. لما ما تبقاش خلاص تحصر الموضوع كله في لعيب واحد ولو بطل او اتصاب او اتوقف بتبقى يا راجل. ده انا بقول لك في ماتش دجله عشان ما يلعبوش رؤى في ماتش دجله الكلام ده من سنتين ايام جروس ايام جروس اتوقف طارق حامد ما رضوش يلعبه اشرف رؤى اللي هو كان هداف قبليها جايب اربع ما رضوش يلعبوه عشان ما يحجزش. طب يبقى فريرا تعاقد نادي الزمالك مع فريرا الراجل عنده رؤية ماشي ليه بقى ماشي. ليه؟ لأن لما شاف أولا رؤى ممكن يعمل لك باص يخلص لك ماتش. هو لعيب كويس بيقطع ويسلم وبيشوط على الجول بس ياخد الثقة. ما أنا بقول لك أول ما جه أربع تجوان وكان هو فرس الرهان ضرب الجزاء هو اللي بيشوطها فاول من بره ال 18 مش ده اللي حصل؟ قعد ليه؟ قول لي بقى قعد ليه؟ ولا اتصاب ولا مثلا اتوقف عشان نقول قعد ليه؟ قول انت واختفى. ما هو بقى دي قوه طارق حامد بره الملعب.
يعني هو طلع حمد هيقول المدرب لاعب ده وما تلعبش والله بقى له. اسال بقى وانت هتعرف. لا ما اسالش، بسالك انت. ما انا بقول لك اهو دي قوه طارق حامد بره الملعب، اللجان والمواقع والمش عارف ايه وايه. انت هتطلع طارق حامد؟ لا طارق حامد لعيب كبير ولعيب مهم. لا عندك انت، هو لعيب مميز عندك. لا انت. عند الناس كلها عندك بدليل ان الدنيا اتقلبت ان الدنيا اتقلبت لما ما انضمش للمنتخب. مين اللي هو جمهور الزمالك بس بعد كده دلوقتي قول لاي حد من جماهير الزمالك طارق حامد ينضم للمنتخب اقول لك لا. ايوه هو عشان ما بيلعبش الفتره اللي فاتت بسبب الاصابه. والله الصيد ده كله بص صيد ايه يا كابتن رضا؟ وطارق حامد ده جاب كام بطوله مع زمايله لنادي الزمالك؟ كام بطوله قول لي انت؟ لا واخد اتنين دوري. نعم اتنين دوري فين؟ ليه ما خدش مع فريرة اتنين دوري؟ لا دوري واحد. دوري واحد. طب والدوري وخد الكاس وخد الكونفدراليه. بيلعب بقاله قد ايه؟ وخد الدوري السنه اللي بيلعب بقاله قد ايه؟ ايوه بيلعب بقاله ايه؟ بقاله حوالي 7 8 دي مش سنين. بطولات لنادي الزمالك. انت عشان تاخد بطولات تقول مثلا 5 دوري 6 كاس مصر 2 كونفدراليه 3 صحوب كل الكلام ده. ايوه الزمالك ما بيلعبش لوحده، ما في فرق ثانيه بتنافس. لا انا بقول لك بقى طول في تاريخه بقاله 8 سنين في الزمالك. ايه بقاله 8 سنين طب وياخد 2 دوري؟ احنا قعدنا 6 سنين في النادي وفي سنه اتلغى فيها الدوري. لا سنه 90 لما كنا رايحين كاس عالم حصل خدنا 3 دوري. طب واحد. انا ما خدتش 6 دوري انا. اسمع بس اسمع بس. لا انا خدت 5 في الاهلي وبعديها على طول. ماشي انت خدت في الاهلي ماشي ده وضع تاني. لا ما انا بقول لك انا بكلمك في وضع الزمالك. لا تسمع بس في وضع الزمالك كل سنتين ثلاثه. اسمعني بس عشان افنطهم لك. سنه إيه احنا خدنا 3 وفي سنه خدها الاسماعيلي انت كنت مفروض تاخده. ما فيش كونتر. لا يا حبيبي لا ما فيش كونتر. اسمع بس انت رايح ماتش المصري خلاص الاهلي كان المفروض ياخد الدوري بتاع السنه اللي فاتت. ما فيش حاجه اسمها كونتر المفروض ياخده. ماشي ما المفروض ياخده. هي اتحسبت ايه الزمالك انت واخد 3؟ لا ما انا هقول لك اهو ان انت بتنافس لاخر نفس. انما انت دلوقتي كام سنه من انت خدت 2 كام سنة انت بعيد عن النادي الاهلي بمراحل عشان تقول لك كابتن رضا الزمالك في تاريخه من سنة 48 على مدار اهو احنا داخلين في 74 سنة واخد 13 دوري. طيب ماشي 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 احنا طيب. انا في جيلي 5 مرات اللي 5 سنين اللي احنا لعبنا فيهم خدنا منهم 3 وفي سنة اتلغت. انت خدت بطولة افريقيا صح؟ لا كنت مشيت. طارق حامد خد بطولة افريقيا؟ لا ما خدهاش. خد الكونفدرالية؟ ماشي هي مش بطولة ولا بيلعبوا دورة رمضان؟ طيب خلاص خد نفسك عادي. لا بس انت هتقعد تجادل معايا وانا اقول لك ده الزمالك المفروض ياخد له 3 يعني اخر ماتش اللي هو بتاع القاضية ممكن ده الزمالك لازم ياخد البطولة. ايوه ما فيش خلاص الاهلي خد البطولة. طيب خلاص بقى يبقى ما خدهاش. ما فيش بقى المفروض كان لازم في الوقت ده الزمالك كفته كانت 4 واقوى وعنده لعيبة بملايين كفته دي هناك. المهم البطولة خلصت بمين؟ مين اللي كسب؟ انت اهلاوي ولا زملكاوي؟ انا ولا اهلاوي ولا زملكاوي. هطلع فاصل بقى عشان كابتن رضا عبد العال دخل لنا في ايه؟ في مشكلة كبيرة. عامل لك احتفاليه ايه؟ ابطال فجأة طبعا ربنا ما يحرمني منكم جميعا جميعا ابو الذهب فاروق سمير برضو اتصل بيا النهارده وعنده ظروف وانت طبعا يا اسلام استاذ ايهاب والناس اللي واقفه ورا الكاميرا دول وطبعا الناس اللي هي جابت الحاجه دي طبعا بشكرهم بشكرهم وبقول لهم يعني انا بجد اول مره احس ان انا بعمل عيد ميلاد. كل سنه طيب يا كابتن. انا بس انا عايز اقول لك حاجه قدام اسلام هو عارف انا ما يعني المشوار بتاع التجمع اكتوبر ده ما بجيش غير للغالي حبيبي. فانت حبيبي الغالي انت حبيبي هو الغالي بتاع جايب لك سكينه حمراء تسلم اللون الاحمر يعني اغرزها في كرسي. سلام طيب يا كابتن رضا. انت طيب يا ابو العظيم طيب يا استاذ اسلام وانت طيب يا ابو الدهب خلي بالك وانت بتقطع ترطه وهتقص لسانك
لا لا اوص حاجه ثانيه. في ناس بتقطع الراس يعني راس البني ادم. لا لا اوص حاجه ثانيه. راس البني ادم دي اوعى تقطعها. اقطع من بعيد. لا ولا قطع ولا بتاع. سيبها كده. ايه؟ اخدها معايا. هتاخدها لا الناس الناس لا والله ابدا. لا ازاي؟ ما لهمش في الحاجات دي قوي يعني. والله؟ اه والله. يا عم لا الناس اللي قاعده دي. هو يعني ايه كابتن ابو الدهب يقول لك اوعى تقص لسانك، هو قصده ايه؟ قول له بقى هو قصدك ايه ده؟ ناس كتير مستنيه لك. انت حبيبي. لا يا حبيبي. انت حبيبي والله. لا احنا حبيبي يا رؤى من كابتن. كل سنه كابتن والله يا عقبال مليون سنه دايما مع بعض على خير يا كابتن. كملت كام كده؟ ايه 17. لا والله. انت عارف ده انت 16 ونص من شهرين. ما ده النهارده 17. كل سنه وانت طيب. اه برضه على السؤال اللي انت قلته لي. لا انا في سؤال محيرني. اوه. يعني مين اللي علمني السجاير؟ انت جاي بايظ اصلا. لا لا والله انت جاي من بورسعيد وحياة رب. لا بورسعيد ايه؟ هو بيلعب كام بيشرب سجاير؟ ايه اه لوحدي كام لك سنه؟ انا؟ ده كان فاتح كباب في مراخيل. ده انت انا بقول لك باخد السيجار على نفسي عشان تبوظ الايام اللي فاتت. لا 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 ابو ده ما كانش بيشرب سجاير. انا مش هتكلم عن اسرار فاروق معاك في لا فاروق في لا فاروق لا هو انا كان ليا موقف مع كابتن رضا في المانيا. ان احنا كان عندنا معسكر ده في المانيا بيحصل كل سنه مع تشوبل ولا هولمان. مع تشوبل وهولمان. فكان المانيا كان زمان كده بننزل على الفطار في النوتيلا، والنوتيلا دي كانت بالنسبه للكل احلى اكله الصبح. بس كان كل يوم ننزل نلاقي النوتيلا دي خلصانه قبل الفطار، بتبقى خلصانه. فمش عارفين مين اللعيب اللي بينزل ياخد النوتيلا دي يحطها في جيبه او يحطها في اوضته، والناس ما بيردوش في الفندق. ما كنتش انا. ايوه لا مش انت، انت قفشت كان بيسرق دي. قفشته. لان هو انت الوحيد اللي قفشته. لو تفكره طيب ولا لا؟ لا. طب اسمه احمد سراج. ايوه. قال له مسكتك ولا قام عمال ياخد النوتيلا ويأكلها بيه كابتن رضا. لا وياخد الباقي ويطلع بيه. فانا على فكره كنت في الفتره دي ما كنتش باكل لان كنت بخسس. فطبعا الحاجات دي انا كنت انزل بس اخد التفاح الصبح واوريهم على الفطار، عشان طبعا انت عارف في حضور وانصراف والكلام ده. وتيجي على الغدا بتاخد حاجه بسيطه والعشاء. وكان ابو الدهب قاعد معايا في الفتره دي. واخد بالك؟ بس دول بقى بيشتكوا مين؟ لان هم بياكلوها طبعا عايزه طاقة واللي بيحبها. فطبعا قلت لا لازم اعمل له كمين. عملت كمين ونزلت بدري عنهم شوية قبل الفطار مثلا بحوالي ربع ساعة. اول واحد دخل مين؟ احمد سراج. انا قلت مثلا داخل يعني مثلا نازل يبص يشوف الفطار اخباره ايه والكلام ده. لقيته لامم كل العلب. اصل هي علب صغيرة كانت ساعتها. علب زي المربى كده. خده وقام جاي طالع بيه. بتوع الفندق ما كانوش بيردوا ينزلونا عشان احنا بننزل لكم وخلاص. انتوا خلاص الوجبه بتاعتكم خلصت. كابتن رضا كل سنه وانت طيب. وانت طيب يعني كل الناس بتقول لك كل سنه طيب. انت طيب يا حبيبي. وربنا يديك الصحه. وبشكر الناس واللي بعتوا لي واللي هنوني واللي كلموني. وطبعا بخص طبعا هيثم فاروق لان بعت لي فيديو مخصوص مع احمد رضا. واحمد رضا وراوني طبعا بشكره. وبشكر كل الناس سواء اللي على الفيس او اللي كلموني او اللي عملوا لي فيديوهات. بشكرهم كلهم. ما تحرمش منكم وربنا يخليكم ليا. وتهدى بقى السنه الجايه كده بدايه من الحلقات الجايه. ربنا يهديك ونهدى بقى. لا ما انا رجعت صغير بقى ابقى مراهق. التفكير لسه بقى من جديد. كده ربنا يهديك. ماشي يا حبيبي. وتبعد. طب انت عايز نعمل ايه يا اسلام؟ يعني تبعد عن هو حد يطلع معاك وتبعد عن الناس دي. ماشي. ربنا يهديك كده يا كابتن رضا. حبيبي ربنا يخليك. كل سنه طيب. وانت طيب. بشكر طبعا النجم الكبير الكابتن فاروق وجوده وحضوره. ده انت كفايه بس ان انت جيت لنا بالتجمع. خلي بالك ده سايب والدته في البيت مخصوص. ده سايب بلاوي مكلتله. وجاي لك مخصوص. وشك اتغير لك. كابتن محمود ابو الدهب طبعا. حبيبي وكان ناقص سمير. بس سمير اعتذر لي النهارده. كلمني. ربنا يسهل بقى. شوف اعتذر. لا هو بينام بدري دلوقتي من ساعه. ما قالناش بس. بينام بدري وصعب. هو بصراحه كابتن سمير قال لي مش قال لي خلاص انا مسكت فريق زد فانا مش فارق معايا. اتغر يعني. مش فارق معايا حاجه يعني.
انت عايز انت بتهدي النفوس. اه بالظبط كده طبعا. الرضا كل سنه طيب. وانت طيب يا حبيبي. كل سنه طيب. لا طبعا اقطع لساني عشان ما هو ده اللي محيرك. لا والله مش انا مش انا. لا يا يلا يلا هنقطع منين بالظبط؟ لا اقطع بس كده يا كابتن. اقطع الحته اللي انت عايز تقطعها يا كابتن. داخل ابو الدهب لعبه بعرض الملعب لرضا ورضا بيبدا تاني وبيشوط حلو جوه جول. يا خبر ابيض رضا عبد العال 1-0 بعد 7 دقائق. رضا عبد العال 1-0 يطلع على طول ورضا جول. الاول للنادي الاهلي. شوط حلو جوه جول. يا خبر ابيض